اسمي أحمد الجبر، أدرس بتخصص هندسة نظم التصنيع في جامعة لورنس للتقنية بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان. استفدت من الجامعة من خلال المشاركة بالأبحاث العلمية التطبيقية بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية المتواجدة في المنطقة مثل فورد وجي إم وكلايزلر. أيضا أتاحت لي الجامعة المشاركة والتواجد في المؤتمرات العلمية التي تبحث الفرص والتحديات الموجودة في سوق العمل.